رحمة لروحهم. رح نتحدث أكثر في هذا الجانب وأيضا الزملاء في المحافظات الجنوبية وتحديدا مكتبنا في غزة أعدوا لنا هذا اللقاء مع زميلة بيداء معمر، نتابع إياكم. يسعد صباحكم زميلاتي وزملائي في استديوهاتنا في رام الله، ويسعد صباح كل السادة المشاهدين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في كافة محافظات الوطن وفي الشتات. بنتحدث اليوم عن موضوع كتير مهم بيشغل بال كل مواطن فلسطيني وخاصة الشباب في رحلة محفوفة بكل المخاطر، أو اللي سموها برحلة الموت، ألا وهي الهجرة. عن هذا الموضوع اللي كتير صرنا نعاني منه في كل العوائل في كل بيت فلسطيني، تحدث عن الدوافع اللي دفعت الشباب لأنها تهاجر وإحنا بحاجة لإلهم. أكثر في هذا الموضوع بمن ينخرط بالشباب أكثر معنا الناشط الشبابي أحمد جودة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يسعد صباحك بيداء وصباح السادة المشاهدين، وشكرا للتلفزيون أتحلنا الفرصة نحكي عن هاي القضية المهمة. تحية. كل تحية لك أستاذ أحمد. يعني بنتحدث عن هذا الموضوع قديش موجع، قديش أنه إحنا صرنا نحكي في هذا الموضوع وإحنا في وطننا، قديش بنعاني منه من مخاطره بنسب وأعداد كبيرة من الشباب خاصة في قطاع غزة. يمكن إحنا عارفين كتير أسباب أنه ليش بتلجأ هالشباب لتهاجر، يمكن هروب الأوضاع صعبة السياسية والاقتصادية. خلينا نحكي في هذا الموضوع، كيف ممكن أنه إحنا في واقع الهجرة نحكي؟ إحنا بداية يعني بصراحة الواحد كان نفسه يحكي في موضوع مهم. نعم. بالنسبة للشباب أو مفيد. نعم. أكثر بالنسبة للشباب أكثر من أنه يشخص. نعم. حالة صعبة زي حالة الهجرة اللي إحنا أصلا في قطاع غزة أصبحت هاجس لكل مواطن، ومثل ما تحدثت لكل بيت. نعم. في قطاع غزة تحديدا الفكرة تبدأ من أنه الشاب لم يعد يستطيع أن يواجه أعباء هاي الحياة. صعبة، صارت الحياة قاسية جدا، خصوصا أنه أعمار الشباب عمالها بتكبر وبتزيد بدون أي مردود، بدون أي عائد، بدون أي نتيجة. فمن الشباب يعني اقترب من الأربعين. صحيح. اقترب من الثلاثينات ومن الأربعينات. احنا بنحكي عن جيل ما هو اللي خلينا نقول من قبل 2007 كان. نعم. جيل شاب صغير السن، الآن على مشارف 35. تمام. هذا الشاب لم يعد ما عندوش طاقة أنه يتحمل. نعم. هذا الواقع، واقع بلا عمل، بلا حياة حتى سياسية، مشاركة سياسية، بلا استقرار، سواء استقرار اجتماعي عن طريق. نعم. الزواج والاستقرار النفسي والأسري، ولا استقرار مادي من حيث التوظيف أو وظيفة. يعني ما في حياة طبيعية. الحياة الطبيعية مفترض تتسلسل من أنه مدرسة، من ثم جامعة، دراسة. نعم. الجامعة، من ثم الانخراط في سوق العمل، من ثم تكوين أسرة، من ثم هذا الكلام السيستم الطبيعي المفترض مش موجود بالنهاية في قطاع غزة. فأنا بقى فطبعا هو لم ما فيش عنده خيار، يعني حتى كمان الحياة والوضع اللي عايشه في قطاع غزة بيدفعه تماما إنه يقوله هاي الخيار الوحيد المتاح أمامك هو خيار الهجرة، ما في حل ثاني. حل تعتبره أنه تمام، بتطلع برا على أوروبا، بتاخد لجوء، بتاخد جنسية، وبتاخد حياة فعليا اللي بتبحث عنها أنت. يعني زي ما بحكوله بقوله هناك يعني تجد ما ينقصك. بالتأكيد. يعني أخ أحمد مثل ما تفضلت قديش أنه الشباب الفلسطيني بحاجة لعمل، بحاجة أنه يحسن من واقعه وصولا للطموحات اللي كان يحلم فيها من هو صغير، مثل ما تدرجت في المراحل التعليمية وصولا لنهاية الجامعة بدي يصل لسوق العمل وينخرط في هذا السوق وما وجد بالنهاية فرصة. في هذا التفكير هواجس كثيرة لجأ للهجرة وباءت فيه كل السبل. هل إنك بتجد هاي الطريقة أو هو هذا الحل الوحيد اللي ممكن الشباب تفكر فيه، ولا ممكن في حلول أخرى إنه إحنا ما فعلنا أو بدها جهود لأنه نكثفها؟ طبعا هو يعني هذا الخيار صعب، وكمان إحنا. نعم. ما بنحكي عن هجرة طبيعية بيداء. صحيح. إحنا بنحكي عن هجرة أو عملية تهجير إفراغ. إحنا فلسطينيين بالنهاية، إحنا أصحاب قضية. نعم. عفوا، لا إحنا سويسريين ولا إحنا مثلا دولة مستقرة وتمام وفي عنا شوية فقر. لا، إحنا دولة محتلة، يعني. نعم. إحنا نشغل علينا بعملية ترانسفير. نعم. يعني هذا المخطط قديم، إفراغ الأرض
احتلال قائم. احتلال واحلال، يعني في عمليه افراغ للارض، تهجير تمام، بدون التهجير تاع 48 اللي هو في صعوب وفي قسوة وفي طخ وفي ذبح وفي موت في مجازر، لا، تهجير بهذه الطريقة، طريقة ناعمة، بضيق الخناق، بقلل الإمكانيات، بحاصر، بضغط، في النهاية لحالهم بصير هم يهاجروا أو فهم عن طريق سفر. نعم، طب خلينا في هذا الجانب وبالخط العريض أو نقول بالعامية، شو اللي بصير بالهجرة؟ ايش اللي بيصير بالضبط؟ شو اللي كيف بيهاجروا الشباب؟ هل انه الهجره اللي بيهاجروها هي الهجره الشرعيه؟ انه ممكن انه يهاجر ويستقر في بلد ويرجع بالنهايه امن لبلد؟ ما بيقدر الواحد يحكم على مصير، هل هو رايح على مصير مجهول؟ نقدر نعرف من خلالك انه انا من خبرتي بيداء وانخراطي، انا شاب، انا مثل نعم. الشباب وبسمع احاديثهم وبنتحدث بهذا الاطار وبنحكي وبنقرا وبنشوف وبنتصل وبنكلم، تقريبا ما نسبته 80-90% ما في هدف، هو في عملية خروج بس من الواقع، في بدي أنا أطلع وبعدين أنا هروب من الواقع، هروب من الواقع وبعدين أنا بشوف حياتي هناك برتبها، أما هدف من هون مخطط ما في، هو في عملية كمان مشاكل نفسية واجتماعية معقدة ومركبة، في عملية ضغط للأهل، كل بيت الآن عنده شخص أو شخصين بدهم يهاجروا، كل بيت فلسطيني في قطاع غزة دق جميع الأبواب موضوع الهجرة، فأصبح في عملية ضغط للأهل لأنه هي مكلفة، بدنا فلوس، طب الأهل أصلا ما معهم فلوس إنهم يعيشوا في غزة، ليكون معهم فلوس إنهم يعطوا فلوس لأولادهم إنهم يهاجروا، فهان كمان بضغطوا الشباب أكثر، بيضطروا تفوت في عملية استدانة أو في عملية إحباط نفسي، بنفوت في أمراض نفسية وفي اكتئاب. حتى بعد استلاف كل هذا المبلغ وإنه جمع هذا المبلغ وصولا إنه يهاجر ويطلع من معبر رفح وصولا إلى مراحل قادمة يمكن تأخذ منه هالهجرة طريق خطرة، ومثل ما ذكرت بالبداية إنه هالرحلة ممكن تكون رحلة مخاطر بأكملها أو رحلة موت، هجرة غير شرعية عن طريق البحر، عن طريق القوارب، خفر السواحل، شو هالتفاصيل اللي ممكن إحنا نسمعها من خلالك أو من خلال الأمثلة اللي إحنا كمان شفناها وسمعناها من كتير ناس؟ من يومين كتب شخص هو قيادي مسؤول، كتب يعني بما معناه ما تكبروش الموضوع، الهجرة اللي بتصير طبيعي مش هجرة، هذا سفر عادي، بحث عن فرص عمل بيصير بكل العالم. نعم. علقت على الكلام قلت له هذا كلام غير صحيح، هذا كلام عاري عن الصحة، اللي بيصير في قطاع غزة هو عملية تهجير وعملية هجرة غير شرعية، مش إنه بحث عن سوق العمل، ما هذا الكلام ما صارش. نعم. غير صحيح، بحث أو الباحث عن فرصة عمل في الوضع الطبيعي المرتاح براسل شركة في المكان صحيح. الفلاني بمضي معهم عقد عمل، بيبعتوا له فيزا بشكل محترم، بيسافر بطائرة، هذا الكلام مش موجود في قطاع غزة، الموجود في قطاع غزة زي ما حكينا عملية هروب ثم الخروج إلى تركيا هائم على وجهه بالنسبة لبوابة الحياة، ثم الاتفاق، يعني بجلس بين الشباب جميع الأحاديث، أو رحت على مكتب الوحيد المخول بإصدار الفيزا التركية ورحت وسمعت كل حديثنا، إيه المهرب قديش بده ياخد، مين المهرب تاعك، كيف آلية التهريب، كيف آلية بده يعطيك البلم ولا اللي هو القارب الصغير المطاطي بده يخليه معك ولا ما بدوش يخليه معك، يعني إشي محزن، يعني إشي قاسي. المشهد كم شاهدنا، كم مشهد مروع ومؤلم لكثير من العائلات الفلسطينية، وجودها في قوارب البحر أو ما يسمى بقوارب الموت ممكن يكون أشد، يعني فلدت أكبادها بأحضانها وحاول إنها تأمن طريقة لكن لا تعلم هل هذا الطريق هو الآمن بالاستقرار لهم في هذا البلد ربما، أو من يطاردهم من خفر السواحل. كثير يمكن شفنا هالمشاهد وما زالت وتستمر وبأصواتهم، وكثير فقدنا ضحايا وعدد من الشباب من فلدات أكبادنا، هالمشاهد بتتكرر كل يوم في قوارب البحر، شو اللي بخليهم أنه يلجأوا لهاي الوسيلة، هاي الوسيلة بالذات مش الهجرة وهاجروا، هل أنه ممكن هاي الطريقة اللي بتأمنهم لبلاد أوروبية من هاي الطريق، شو ممكن نعرف في هاي التفاصيل؟ بيداء الإنسان بطبعه بصارع من أجل البقاء ومن أجل الحياة، نعم بصارع، هو يشعر، خلي بالك، فضل
فضل الموت أو رحلة الموت أو قوارب الموت على أنه يعيش العيش الموجودة بقطاع غزة، لأنه هو بيعتبر نفسه هو بيموت لو بده يبقى بغزة هو حيموت ألف مرة، حيموت فقر، حيموت قلة مشاركة، حيموت انعدام أسر، انعدام اجتماعي، يعني ضعف في كافة التفاصيل. فهو كل يوم بمر بأزمات، فهو كل يوم بموت وبيكتئب، بيتجه باتجاه الاكتئاب وبيتجه باتجاه الانعزال عن محيطه. فهو لا، بفضل انه يواجه واقعه ويروح على هاي الرحلة حتى لو بده يضطر يموت فيها، لكن حموت وانا في النهاية بدور على حتى حياة. حتى هاي المحاولة اخذت منه روحه وعرض حاله ما عندوش مشكلة، مثل ما بيقولوا انه يا رايح على المر راح امر من المر. صحيح. وهو راح ل يعني من كتر ما شفنا او مثل ما بقول انه الشباب انه طفح الكيل. هل طفح الكيل لدى الشباب الغزي خاصه في قطاع غزه؟ مثل ما اشرت ما في فرص عمل متوفره، خريجين العدد اصبح يعني لا يطاق او لا يذكر انه مش منخرطين في سوق العمل، كثير من الكفاءات والقدرات الشبابيه مش موجوده في مكانها المناسب، او كثير من المتطوعين لحتى الان ما وجد. كثير من الاسباب دفعت الشباب للهجره، ولكن احنا اليوم كوجودك معنا وكناشط شباب شو ممكن احنا نتعاون ونسعى ونتشارك انه حتى نقدر حنوصل هالفكره صح لصناع القرار، لكل من بيسمع دورنا، لكل ضمير حي، شو ممكن انه احنا نخفف من هاي الهجره؟ كده بدها صنع كبير وبدها كلام كتير. هو الموضوع، شوفي الموضوع زي ما بيحكوا احنا ليش في مصطلح واحد، يعني كل مثلا لو بدنا نروح ندرس بالجامعه كان حكوا كليه السياسه والاقتصاد او علم السياسه والاقتصاد، لانه الاقتصاد والسياسه مربوطين ببعض. فانا مشكلتي في الاساس سياسيه، انا مشكلتي في الأساس كفلسطيني هي مشكلة سياسية. هاي المشكلة السياسية تحتاج إلى تضافر جهود أو تضافر صانعي القرار، لأنه بصراحة ما ضلش الآن حجة على أحد، الجميع يعلم عدد الأرقام. نعم صحيح. وعدد الإحصائيات وكم المهاجرين وكم أفرق وعملية إفراغ الأرض من سكانها ومن شعبها الفلسطيني، اللي هو قضية وطنية بالأساس، يعني لم يبقى هناك حجة على الأحد. على الجلوس والاتفاق على إشي يخرجنا. أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة إنه الشباب تسافر وتشوف مستقبلها، لأنه الآن أصبح إحنا بدنا مستقبل بالنهاية، بده الواحد بده يعيش مستقبله. لكن كان ممكن أنا أجيب 10,000 فرصة عمل في دولة كذا صديقة لفلسطين. وأبعت شباب بشكل مهني وبشكل محترم وبشكل أخلاقي وأسجلهم وأرسلهم أتفق مع دولة. يعني أنا محتاج لتضافر جهود بحيث أنه أنا كمان أقلل، لأنه زي ما حكيتي الكادر أعداد البطالة المتواجدة بقطاع غزة لا تستطيع أن يستوعبها كادر، عفوا سواء كادر حكومي في غزة يعني أو كادر في الضفة. ما ذكرته هو الواقع المؤلم الذي نعيشه اليوم، ونتمنى أن نصحو ولا نجد هذا الموضوع ونتحدث بأمال وطموحات وأحلام شبابنا، وهذا ما نسعى له. أشكرك جزيل الشكر الناشط الشبابي أحمد ماهر جودة، وفعلا مشاهدينا الكرام نأمل بتكثيف كافة جهود من أجل احتضان الشباب أكثر، توسيع الأفق لهم، والتخفيف من حد الهجرة لسماع صوتهم أكثر. لهنا نكون وصلنا ختام هذه الفقرة، عودة لكم في استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، يسعد صباحكم من جديد. شكرا للزميلة.